السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا اليوم الكارينج كوست، تكلفة الاحتفاظ بمخزون البضائع. أولا، المخزون هو عبارة عن مواد أو سلع تقوم المنشأة بالاحتفاظ بها بغرض بيعها مثلا، أو بغرض استخدامها في الإنتاج. طبعا هناك أمثلة على المخزون، مثلا عندنا مخزون أو مخزن مخصص للمواد الأولية، مخزن مخصص للمواد تحت التشغيل أو تحت التشطيب، أو تسمى مثلا نسف مصنعة. وهناك أيضا مخزن للمواد الجاهزة للبيع أو السلع الجاهزة للبيع. ممكن أيضا يكون هناك عندنا مخزن مخصص للبضائع العائدة من العملاء وتكون قابلة لإعادة البيع. نتعرف أول شيء على تعريف الكارينج كوست، هذا النوع من التكلفة. كارينج كوست is the variable cost of keeping one unit in inventory for one year. إذا هي التكلفة المتغيرة للاحتفاظ بالمخزون من البضائع لمدة عام واحد. إذا هي التكلفة المتغيرة للاحتفاظ بنوع من المخزون لمدة عام واحد. لماذا هي تكلفة متغيرة؟ لأن المنشأة تتكبدها فقط في حالة الاحتفاظ بالمخزون، فإذا فهي تكلفة متغيرة وليست ثابتة. فممكن أن المنشأة بمجرد أنها تشتري مادة أولية ما تخزنها، ممكن أن تستخدمها في الإنتاج مباشرة. أو مثلا المخزن للمواد الجاهزة للبيع، ممكن بعد الانتهاء من التصنيع مباشرة تذهب هذه البضائع إلى البيع أو إلى السوق. إذا فهي تكلفة متغيرة. تحتوي هذه التكلفة على أشياء كثيرة، أذكر أمثلة منها. مثلا الكارينج كوست انكلودينج مثلا رنت، إيجار المخزن أو إيجار مرافق المخزن، انشورنس التأمين على هذه البضائع، كوست اف امبلويز هو مانج اند بروتكت انفنتوري، تكلفة الموظفين القائمين على إدارة المخزون أو القائمين على حماية المخزون، damaged or stolen inventory إذا كان هناك بضاعة تالفة أو مسروقة أيضا تضاف إلى هذه التكلفة. خمسة، the opportunity cost of having money invested in inventory، قيمة تكلفة الفرصة البديلة للمال المستثمر في هذا المخزون. فلو فرضنا أنه مثلا المخزون قيمته مليون دولار، فما هي تكلفة الفرصة البديلة لهذا المليون دولار؟ يعني ممكن لو استخدموها في مجال آخر، ما هي الفائدة العائدة من هذا الاستثمار؟ إذا أذكر هذه طبعا هذه الأمثلة على تكلفة المخزون. بقي أذكر نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع، وهي طبعا هي ملخص الفكرة من هذا الموضوع، وهي carrying cost expensed on the income statement. تكلفة الاحتفاظ بمخزون البضائع يتم إدراجه في قائمة الدخل، أو يخصم أو يحمل إلى قائمة الدخل. وهذا يعني that mean it's not included in the inventory in balance sheet، أي أنها لا تضاف إلى قيمة، هذه مهمة جدا، أنها لا تضاف إلى قيمة المخزون في الميزانية، لأنها طبعا أن هذه التكاليف تخصم كمصاريف من قائمة الدخل، وبالتالي لا تضيف أي قيمة إلى عناصر هذا المخزون، لا تضيف أي قيمة إلى عناصر هذا المخزون.